الصيف هذا من 2017 وحنا باقيين باركين فيها، ما عندناش باش نكريو، ما عندناش باش نخرجوا، الولاد ما خداميش، خاصنا باش نخرجوا اولا نيشان يديونا من هنايا يديونا لديورنا. دا واش كنتي ساكنه في هاد الدار اللي طاحت نيت؟ الدار لا ما ساكنش انا في الدار، الدار الداخل غادي طايح، حنا ولينا باركين وباركين في الراب، الدار كتكلم على راسها، والناس اللي كانوا ساكنين هنا فين مشاو؟ كلشي تحول، اللي عنده باش يخرج خرج، اللي ما عندوش باش يخرج بقى تما، بقيت انا وولادي تما. عندو الموني خلص اللي ما عندوش، ولا ما عندناش حنا، ما عندناش حنا بقينا هنا. فين غنخرجوا دابا؟ فين غنمشيو دابا؟ انا براسي انا تبارك الله الا غنبات في الزنقه. فعزيز كنتي اش موش قبيل؟ دابا هاد الناس اللي غنبات في الدار، فين غندير تبات في الدار؟ ويا الدار كتكلم، راه ولات هي راسها كطرطق، غنبقى فيها كي غندير تنبقى فيها. راه قبيله انا بكيت على القيد، قلت لها ليك انا الدار غنطيح وغنبقى فيها، قلت لي الدار غنطيح وغنولي كنا ميتين. خرجت ولد بنتي وخرجت، انا ما كنتش معاك، خرجت للشارع. عندنا ما نديرش اولا درمو لي شريك تاع الروبير، حنا كلنا عباد الله، ما ما كلهم ديروا له خاطر دار. حنا راه بقينا حنا ثلاثه الناس واربعه ساكنين في ديك الزنقه، كلها كلشي ديور تسدوا تسدوا وخرجوا، حنا اللي ما سديناش خرجنا، حيت ما عنديش البديل، ما عندي فين نخرج، ما عندي ما ندير. دابا انا خرجت على الزنقه، دابا غنبات في الزنقه، ما عنديش فين نمشي. شنو باش كت حنا مقصحين مقصحين، ما عندناش. انا كنت عندي باش نكري والله ما نبرك فيها دقيقه تاع المكانه، ما نبرك فيها، ما عنديش، ما عنديش باش نكري وما عنديش باش نكون. خويا كنطلبوا من الكومس من الشرطه ومن محمد السادس يدير لنا حل، حنا هاد الشيء راه ما عندنا حل لا والو. حنا راه دابا 2017 وانا عندي استفاده وما خرجتش، ما عندي فين، ما عنديش باش نكون، باش نخرج غنلحق ونخرج، فين غنمشي؟ ما عنديش فين نخرج. دابا حاشا قوادص والحيوط وكلشي جايب الماء، راه هي ولات كتكلم، ولات هي كتلوح الرمل، كتلوح الطراب وكتكلم، الحيوط تفرقوا، الدار تفرقت على الحيوط، كيبان زوين انا الدار قريبه تطيح. انا خرجت ولادي خليتهم الداخل وخرجت في حالي، ما عندي ما ندير، نبات في الزنقه وما نباتش في الدار. طيح عليا لا طاحت عليا، انا مريضه عندي السكورنا متكبله بالخلعه، بالك مخلوعه حتى سمعت الدار طاحت على الخلعه، قاتلاني عندي السكور مريضه والله الا خرجت بزز مني، خرجت قلت غنخرج غنضرب دوره ورجع، جيت لقيت الدار دار في الزنقه في الراس طاحت. راه من قبيله وانا واقفه مع القاد كنطلب فيه، كان بكيت عليه، قلت لي ما عنديش، قلت لي ما عنديش كيفاش ندير، الدار غطيح علينا، خرجني نبات في الزنقه، قلت لي نبات في الزنقه وما نبقاش فيه. راه ماشي غنولي تجمعوا لنا الحمل احنا بالكلاك كيما طرا ذاك العام، ياك عامين باش طرات ديك المصيبه ديال الزنقه، الزنقه ثلاثه عباد الله ولاو يجمعوا فيها من تحت الارض، عباد الله ميته، راه غادي طايحنا حنا بحال هكاك. ونطلبوا من الله ومن السلطه ونطلبوا محمد السادس يدير لنا الحل، راه هاد الشيء مالي لا حل لا والو، حنا يمكن توفاو، حنا حيين وما حنا عايشين وما عايشينش. نهار كنعين الناس في الزنقه وملي كنبكي عليه كيقول لي واخا واخا، وملي طاحوا الحيوط. وقع كيفاش وقع هاد الشيء؟ عطينا كيفاش وقع هاد الشيء. عامين جابوني شي ناس تزوج عندهم مرات عندهم، ملي هدرت على حقي وهدرت على حق ولادي جراو عليا من الدار دابا عامين وعائلتي، وكنعز مره في الزنقه، مره عند خويا، مره عند اختي، مره عند جيران، كل مره وفين ولادي كنشوفهم في الزنقه. انت كنتي ساكنه في هاد الدار اللي طاحت؟ لا ساكنه في الزنقه 15، تا هي فيها استفاده وما باغيش، ملي هضرنا على الاستفاده جراو علينا، جراو عليا من الدار. انا بقيت 81 ومات لي الحشومه وعار وعيب وعار والحشومه ضايعه انا وبنتي وولادي ضايعين، كنطلب من سيدي يدير لي السكنه انا وولادي، انا باغا نجمع وليداتي. عندك شحال الاولاد؟ عندي ثلاثه. عام شنو كشريتها؟ دري 12 عام، دري 6 سنين، ودري اللي خارجه معايا عامين وتشهر. دري عندها عامين وعامين وتشهر، علاش؟ ما كاينش قانون في البلاد، حيت ما كاينش مقدم عارفني، كلشي عارفني، ملي نمشي للمقاطعه عندي تجارة، كيبداو يضحكوا عليا كيقولوا مصدق.